الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عواثمها، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الغمام الحافظ حجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسط العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال: حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فصيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعت عن أبي هريرة رضي الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان